السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نهضر لكم على الوحش الامريكي بطل العالم تومي موريسون والقصة المثيرة ديالو. هذا الملاكم اللي كيلقبوه الناس بتايسون الابيض من اقوى الملاكمين في تاريخ الملاكمة. صراحة ما كيعرفش الا حاجة واحدة وهي اسقاط الخصوم على الارض. تومي كان يمتلك واحد الرصيد نتاع الهواة اللي كان اقل ما يقال عنه خرافي ب 290 نزال، وتخيل انه فاز 263 ضربة قاضية وخسر 21 نزال فقط، اللي صراحة شي حاجة اللي مرعبة. اما الرصيد الاحتراف ديالو اللي كان تا هو رصيد صعب، 52 نزال فاز بها في 43 ضربة قاضية وخسر 3 نزالات فقط، بمعنى انه ما كان يرحم حتى شي واحد. في السن ديال 19 سنة تومي هادي بدا المشوار ديال الاحتراف ديالو، البداية اللي صدمت جميع عشاق الملاكمة، والصراحة كانوا يتخيلوا انه هادي يكون عنده مستقبل كبير. البداية ب 11 نزال قضى فيها على جميع الخصوم ديالو بالضربة القاضية، والاغلب ديالها كان في الجولة الاولى. من بعد هاد النزال تومي هادي شارك في سلسلة افلام روكي، بالضبط في روكي الجزء الخامس بالدور ديال تومي غان اللي تقنوا بشكل رهيب، مع الممثل العالمي سيلفستر ستالون، والفيلم اللي كان صراحة طوب. من بعد هاد الفيلم الشهرة ديال تومي هادي تزاد بزاف، وغادي يولي يعرفوه الناس ميريكا، وغادي يكثروا عندهم معجبين بالخصوص الفتيات. تومي غادي يجيه اول فرصة انه يلعب على لقب بطل العالم ضد الوحش راي ميرسر اللي حتى هو كيملك ضربات فتاكة. تومي غادي يخسر امام راي بواحد الضربة قاضية اللي عنيفة بزاف، وغادي تسجل كأعنف ضربة كاو في التاريخ، وهذه كانت اول خسارة ديال تومي. من بعد هاد الخسارة اللي غادي تأثر على تومي بشكل كبير بزاف، وغادي تخليه يدمن المخدرات والكحول والسهرات الليلية مع الفتيات، وهو كان عزيز عليه الدريات. من بعد تومي غادي يعود للتدريب ويدخل لاصال من جديد ويتدرب مزيان، ويعود لعدته القديمة اللي هي اسقاط الخصوم على الارض، وغادي يجيه واحد الفرصة باش يلعب مع الوحش الاسطوري العائد من التقاعد جورج فورمان، وغادي يلعب هو وياه واحد النزال اللي تحفة، وكنصح اللي مازال ما تفرجش فيه. تومي غادي يحط كاع اللي في جهده، وفي الاخير غادي يربح بالنقاط، وغادي يكون هنايا اول حزام عالمي يحصل عليه تومي. ولكن واخا هكاك تومي غادي يعود لعادته القديمه، الشراب والدريات والمخدرات والسهرات الليليه، غادي يكسب بعض الوزن، غادي يتزاد في الميزان في مده قصيره، وما تشي صمد بزاف 6 شهور تقريبا غادي يواجه الوحش مايكل بنت، ودي يخسر امامه بضربه قاضيه، ودي يفقد الحزام ديالو. من بعد تومي غادي يرجع عاوتاني يلعب نزالات اخرى، ودي يقدر يربحهم بضربات قاضيه حتى هما، واخا كان المستوى ديالو ناقص نوعا ما. غادي يجيه الفرصه انه يواجه الوحش العالمي لينكس لويس، ودي يخسر امامه بضربه قاضيه اللي كانت عنيفه بزاف. من بعد تومي يفقد الامل وفقد الثقه بنفسه، وقال باللي المشوار ديالو صافي، هذه هي النهايه ديالو. غادي يضحك له القدر مره اخرى، البروموتور دونكين غادي يعرض عليه مبلغ مليون دولار، مبلغ خيالي باش يواجه الاسطوره مايك تايسون. دون كان عارف باللي تومي غادي يخسر امام مايك، ولكن فجاه تومي غادي يرفض باش يعطي العينه ديال الدم ديالو للجنه مكافحه المنشطات باش يفحصوها. هذا القرار الذي خليه يلغي النزال ديالو ضد مايك تايسون، وكثر عليه القيل والقال والشكوك، والناس كيقولوا باللي راه كيتعطى المنشطات، كان اللي كيقول باللي راه خايف من مايك تايسون وكيدير السبه. تومي خرج عن الصمت ديالو في واحد المؤتمر صحفي وصدم الجمهور ديالو بواحد الخبر، واعتذر لهم كاملين، وقال لهم باللي راه كان يرفض الفحص لحقاش كان مريض بمرض السيده الايدز، وكان مصاب به هذه 7 سنين. هذا الشيء الذي خلى لجنه الملاكمه تسحب الرخصه ديالو وتنهي المشوار ديالو. تومي دخل في واحد الحزن وواحد الاكتئاب، وكان وحيد بزاف، وغادي يبتسم له القدر مره اخرى، وغادي يلتقي ببطل كره السله جونسون اللي كان حتى هو مريض بهذا المرض، ولكن هو كان يحفز الناس وكان يعاونه. تومي غادي يتصاحب مع جونسون، وغادي يوليو يديروا خطابات تحفيزيه ويوعيوا الناس في برامج تلفزيونيه وخطابات،
طومي هادي بقى يتريني ويرجع للحياة اليومية العادية ديالو ويتبع الدواء مع الطبيب. ولكن البطل ديالنا ما غاديش يطول بزاف، غادي يدخل في اكتئاب عميق ودي ينقطع الاخذ ديال الادويه ديالو، ودي يولي مدمن مخدرات كوكايين ميث ماريوانا، ودي تغير الشكل ديالو بشكل رهيب. هادشي اللي خليه طارح الفراش لمده طويله. وسنه 2013 في شهر سبتمبر في السن ديال 44 سنه، النهايه ديال الاسطوره ديالنا تومي موريسون والوفاه ديالو بسكته قلبيه ومشاكل صحيه اخرى. نتمنى يعجبكم الفيديو، وما تنساوش ديروا لايك وشي تعليق زوين، واللي عنده شي سؤال مرحبا، وتابونوا فلاشين، وان شاء الله هذه يكونوا فيديوهات اخرى. السلام عليكم.